السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل، دائما مع الحلويات الجافة والحلويات السهلة اللي كانوا طلبوها العديد من الأخوات. اليوم جبت لكم حلوى بطعم البرتقال، ونعرفوا بلي البرتقال يتمشى جيدا مع الشوكولا. لهذا العجينة لونتها بالكاكاو باش جا هذاك اللون البني مع البرتقال يتمطح المنظر مليح، ما من الذوق جا شباب. نمشي نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذه الحلوى. انا مشي نعطيكم كميه قليله بزاف، باش راني انا غير نوري لكم نتوما كي تكونوا حابين تخدموا كوموند ولا عرس ولا كثروا. 75 غرام زبده بحراره الغرفه، نفس الكميه تاع السكر الناعم، 75 غرام تاع السكر الناعم، حبه بيض، ملعقه كبيره كاكاو، هنا مرشه ملح، هنا الفرينه او الدقيق على حسب الحاجه اللي يجي معنا العجينه. ونحتاجوا الان كلاصاج، عفوا في العجينه نحتاجوا لزيت تاع الحبه التين، والكلاصاج نحتاجو عصير البرتقال، سكر ناعم، ولا بات داغون تاع البرتقال باش نعنا نرفدو اللون. ونحتاجو لان ماشي نعمل بهذا الشكل، هذا ولا هذا، نفضل هذا تاع الزهره، وانتم اللي تحبوا. نبداو تحضير العجينه، نخلطو الزبده، نضيفو السكر الناعم كما تعودنا دائما، سكر ناعم نغربلوه عاود، نخلطو الزبده مع السكر الناعم حتى يولي شكل كريمه. راني نخدم غير بملعقه خشبيه، تنجمو تخدمو بين باتور ولا اللي عندهم بروبليم في يديهم كيما بحال الاخت راه تقول لك عندي ما نجمش نعجن بيديا مريضه، تنجم تخدم بالبيترين. بس زعما هذه كميه قليله، انا فضلت نخدمها غير ملعقه خشبيه فقط. نضيف حبه البيض الخليط، نضيف رشه الملح، ونعاود نخلطو من جديد. نزيدو الان مبشور البرتقاله، هنا البرتقاله كنت غسلتها ونشفتها، نعملو كميه، انا راه عندي حبه كبيره نعمل غير نصف برتقاله، ولا كانت عندكم صغيره عملو كاع مبشور برتقاله كامله. هادو لي زاستو ملاح، هادو ينحيو غير داك الفوقاني ما يوصلوش للبيض. ها شوف هادو لي زاستو ملاح، كاين دوك لي غاب الكبار ينجمو يفدو لكم حتى ديك البيضه، وديك البيضه القشره البيضاء فيها المروريه. الاحسن هادو لي زاستو ما راهمش غاليين بزاف، كان لي رابحهم حتى 50 دينار. نخلطو هاد المبشور، ريحه راه شابه بزاف، ذوق البرتقال مع ذوق الشوكولا يجي شباب بزاف. الان نضيفو ملعقه كبيره تاع الكاكاو حتى هي نغربلوها، نخلطوها ونبداو نضيفو الفرينه تدريجيا حتى نتحصلو على عجينه تكون طريه ما تلتصقش في اليد. نزيدو الفرينه قلت تدريجيا، دائما نغربلو، هنا نستعمل اليد نتاعي نواصلو، كنت نخدم بالملعقه درك نخدم بيديا باش نجمع العجين. دائما نضيف الفرينه ونخلط، حصلوا على هاد العجينه، عجينه تكون طريه ما تلصقش. دخلت هنا فيها 200 غرام تاع الفرينه، وزنتها 200 غرام، نعملوها في بابي اليمونتير ونتحيوها في الثلاجه لمده نصف ساعه ترتاح. كان جاتني اسئله على علاش نتحيو لاباط هذه تاع الصابلي، نتحيوها في الثلاجه باش تتماسك وما تغبلناش كيف الخدمه، كذلك كاين نفورميو الصابلي ولا ما يعاودش يتقلص حجمه، كاين اللي يتقلص حجمه كاين اللي يتشقق يقعد مليح كي تحيو لاباط في الثلاجه. العجينه ارتاحت، الان نمشيو نشكلوها. طبعا نحتاجو الوراق الدقيق باش نعملو على لو بلون دو طرافاي، سينو عملو على البلاستيك ولا على طابي تاع السيليكون ولا على ورق الطبخ. نوري لكم كاع الطرق باش كل اللي ما عندهاش حاجه تعمل حاجه اخرى. نبسطوها حوالي 3 مليمتر باش نلصقوا الحبه مع اختها. طبعا الفرن يسخن فيه على درجه 160 درجه مئويه، ونقطعنا هاد لافوق تاع الزهره اختاريت. نعملها غير سامبل هكا،
شي ندخلهم يطيبوا في الفرن راه سخن وكمل التشكيل تاعهم نتحيهم يطيبوا نعودوا من بعد. بعد ما طاب الكاطو مدة 7 دقائق طيبته. الان نوجدوا له كلاصاج بعصير البرتقال، نرفد معلقة تاع عصير البرتقال مكتروش باش تكون الكمية انا راه عندي قليلة، ونعملوا عليها السكر كلاص. الكمية تاع السكر غير محددة، نخلط ونشوف نحصل على الكلاصاج. هذا هو الكلاصاج اللي تحصلوا عليه، نضيفوا له القليل من لاباط داغون برتقال باش يعطينا داك اللون، نتحصلوا على هذا اللون تاع الكلاصاج هكذا برتقالي. الكلاصاج هكذا نعملو في بوش جو طاب ونعملو هكذا على شكل دي بوطون هكذا، نبسطوه غير نيشان. هكذا يجي بهذا الشكل، يجي خارج يجي مليح. بعد ما نشف لو كلاصاج عملت شي شع شوكولا بيضاء ذوبتها في حمام مائي وعملتها في بوش هكذا، نعملو دي زيكزاك، دي زيكزاك هكذا خفاف. يجي شباب هاد الكاطو بطعم البرتقال، يجي مليح. بعد ما خلينا لو كلاصاج والشوكولا نشفت، الان نلصقوا حبه مع حبه. انا هنا نعمل غير المعجون، حنا نتوما اي حاجه تحبوا شوكولا تارتين، تحبوا اون كريم تكون عندكم اللي تحبوا، انا نعمل غير معجون اليوم. من الاحسن تعملوا معجون تاع البرتقال اذا كان عندكم متوفر، انا عملت غير معجون مشمش. هذه افكار راني نمدهم لكم نتوما وما تحبوا. هكذا لصقوا وحده مع وحده، يجي شابه ويجي شكل راقي. هذا هو بالنسبه لحلوه اليوم. نتمنى وصفة اليوم تعجبكم وتجربوها. فقط ملاحظات، تنجموا هنا تعوضوا البرتقال تعوضوه بالليمون، نفس الشيء في بلاص اللي تعملوا البرتقال تعملوا الليمون عفوا، تجي تانيك مليحه. نتمنى الحلوه تجربوها وتعجبكم، ما تنساوش تعملوا لي لايك لا فيديو، كذلك تبارطاجيوها في المواقع الاجتماعيه، واللي اول مره تدخل القناه تاعي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.